السلام عليكم. تعلمنا منذ الصغر الآداب التي تحثنا على احترام الطعام، ونقوم بشراء الطعام دون أن نعلم ما تقوم به الشركات أو هؤلاء الباعة في الخفاء أثناء تحضيرهم لهذا الطعام. فقد يبدو طعام الشوارع شهياً في كثير من الأحيان، ولكن توجد الكثير من الشركات التي تقوم بإنتاج الطعام بكميات كبيرة آخذة موضوع النظافة بعين الاعتبار. لكن الكثير من المنشآت حول العالم تتجاهل موضوع النظافة تماماً. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. ففي إحدى الدول وأثناء تصنيع السكر البني داخل وعاء كبير، حيث يظهر العمال بأحذيتهم داخل الوعاء الذي أعد فيه الطعام، وفي هذه الحالة لا يقع اللوم على العامل فحسب، بل تتحمل الشركات ومالكوها مسؤولية هذا الخطأ، لأن هذا التصرف يدل على استهتار العاملين بصحة المستهلكين. يعد الدجاج الطعام المفضل لدى كثير من الناس، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون كيف تتم تربية الدجاج في مزارع الدواجن حول العالم، حيث تحقن الفراخ بالمضادات الحيوية وغيرها من أنواع الحقن التي تساعد على تكبير حجم الدجاج في أسرع وقت ممكن. ولهذا السبب تنتشر الكثير من الأمراض بين الدجاج، وفي الكثير من الحالات تتكدس الدواجن في أماكن ضيقة لعدم توافر مكان واسع يستطيع احتواء هذا الكم الهائل من الدجاج، ولهذا السبب تنفق الكثير من الدواجن، فتنتشر الأمراض بسبب هذا الدجاج النفق الذي لم تتم إزالته والتعامل معه بشكل صحي. ومع هذا كله تقوم بعض الشركات بالتهاون حتى في ذبح هذا الدجاج وتغليفه. هذا الدجاج يتم تصديره للمطاعم والبيوت، وقد يصاب الكثير من الناس بالعديد من الأمراض جراء تهاون أصحاب هذه المزارع بالنظافة والصحة العامة. في دولة الهند، حيث يتواجد الكثير من الباعة المتجولين في كل مكان، ومن أشهر ما يباع هناك العصائر المختلفة والتي قد تبدو لذيذة في كثير من الأحيان. ويظهر أحد الباعة وهو يقوم بتعبئة الكؤوس الزجاجية بالعصير، وبالصدفة تنكسر إحداها، ويقع جزءاً من الزجاج المتناثر داخل الوعاء، فيختلط الزجاج مع الثلج الموجود في المشروب، فيقوم البائع بإخراج قطعة زجاج واحدة فقط، ثم يستمر بعد ذلك بسكب المشروب في الكؤوس مرة أخرى. ماذا لو قام أحدهم بابتلاع قطعة زجاج؟ قد تكلفه هذه القطعة حياته. وفي الهند أيضاً يقوم السياح دائماً بتجربة طعام الشوارع، لكنهم لا يعرفون مصدر هذه الأطعمة وكيف يتم تحضيرها، خاصة الأطعمة المنتشرة بكثرة في الهند، فتظهر الأدوات المستخدمة في ذلك متسخة بشدة، والبيئة المحيطة ليست بيئة مناسبة لتحضير الطعام، فقد يسبب هذا الطعام التسمم والعديد من الأمراض المختلفة. يعد الحليب أحد المشروبات المهمة لدى الكثير من الناس لفوائده العديدة، لكن الفائدة تتحول إلى ضرر إذا تمت الاستهانة بالنظافة، فإضافة مياه الأنهار إلى الحليب قد تعوق عملية النظافة. يظهر ذلك جلياً في فيديو لأحد الأشخاص وهو في طريقه لتوصيل الحليب على قاربه إلى مكان ما، وفي طريقه يقوم بأخذ الماء من النهر ليضيفه إلى الحليب، ومن المعروف أن مياه الأنهار تكون ملوثة بالحيوانات والرواسب والأتربة والنفايات التي تلقى فيها. الخبز هو الغذاء الرئيسي في الشرق الأوسط والهند وشمال إفريقيا، وهو غذاء هيدروكربوني مهم وجيد إذا كان مخبوزاً بطريقة صحية سليمة. ولكن يظهر في أحد المقاطع رجلاً يقوم بعجن الخبز بأرجله، ليس هذا فحسب، بل يقوم بعجنها على الأرض مباشرة ودون غسل اليدين أو استخدام القفاز على الأقل. هذا ما يحدث حول العالم عندما نأكل الأطعمة من الشوارع، ونحن لا نعلم أي فكرة عن مصدر تلك الأطعمة، لذا انتبهوا جيداً لما تأكلون. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وأيضاً المشاركة لتعم الفائدة. إلى اللقاء بفيديو جديد. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم.